بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد رسوله. الحمد لله تعالى على ما أنعم وعلى ما أتم علينا من أننا التقينا بإخوان لنا جاءوا لطلب العلم الشرعي، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي خير الجزاء من كان سببا في إقامة هذه الدورة. أود التنبيه على مسائل تتعلق بالجمعة قبل البدء في هذه الدورة، لكن لو نتذاكر فيما بيننا يكون أحسن. من يذكر لي ماذا يشرع للمسلم يوم الجمعة؟ لكن الذي يعرف يرفع إصبعه. ما الذي يشرع للمسلم في يوم الجمعة؟ نعم، الاغتسال للجمعة، يعني اغتسال لصلاة الجمعة، فلا يصح أن يغتسل بعد الجمعة، يعني للجمعة. غسل الجمعة واجب على ما يذكر الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى، وكذلك رجح هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فيغتسل الإتيان يوم الجمعة ويلبس أحسن الثياب ويأتي إليها مبكرا، لأن الله سبحانه وتعالى شرع لنا وأوجب علينا أن نقدم قربان في كل عيد. أهل الإسلام عندهم إما عيد الفطر أو عيد الأضحى. في عيد الفطر نقدم في هذا اليوم زكاة الفطر قربان لله سبحانه وتعالى، وفي عيد الأضحى نقدم الأضاحي. من رحمة الله سبحانه وتعالى بنا أنه خفف علينا في العيد الأسبوع عيد الجمعة. بماذا؟ بأن كان التبكير يوم الجمعة يقابل تقديم القرابين لله سبحانه وتعالى. فهذا الأمر يقصر فيه بعض الناس هدانا الله إياه، وهو التبكير يوم الجمعة. يبقى معنا إشكال يعني يرد في التهنئة بالعيد. نحن نعرف أن السنة في عيد الفطر وكذلك في عيد الأضحى التهنئة، تقبل منا ومنكم، تقبل الله طاعتكم. هل يشرع هذا في يوم الجمعة؟ لا يشرع، لأن كان هذا الأمر يتكرر زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقل أحد من الصحابة رضوان الله عليهم بهذا. فلا يشرع التهنئة بيوم الجمعة، أو أن نقول مثلا جمعة مباركة. طيب، غير هذا مما يشرع يوم الجمعة، من يعرف؟ التطيب للجمعة. التطيب للجمعة مستحب ومندوب، فيشرع التطيب بعد أن قلنا يغتسل ويلبس أحسن الثياب وتطيب. نعم، وغير هذا. نعم الشيخ، السواك يشرع في يوم الجمعة وفي كل صلاة وعند الانتباه وعند تغير رائحة الفم وعند قراءة القرآن وعند دخول المنزل وعند الخروج منه وعند الوضوء، يشرع السواك عند كل صلاة ومنها الجمعة. طيب، نعم، غيره. نعم، هل يشرع يوم الجمعة قص الأظافر ونتف الإبط وحلق العانة؟ لا، لأنه لم يرد شيء بخصوص قص الأظافر ونتف الإبط وحلق العانة في يوم الجمعة، فهذا يرجع فيه إلى ما يكون من وضع بعض الناس، يعني لا يخصص هذا اليوم بقص الأظافر، لكن إن وافق هذا اليوم وقص لا إشكال، لكن يخصص ويتقصد أنه هذا سنة يواظب عليه في كل جمعة، هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. غيره؟ نعم، التبكير ذكرنا يقابل
قراءة سورة الكهف يوم الجمعة. فماذا يصنع الآن عندما يبكر ويأتي يوم الجمعة؟ ينوع حتى لا يمل، يأتي المسجد مبكرا، يقرأ سورة الكهف، يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، يتنفل نفل مطلق، لأن الجمعة لم يثبت لها سنة قبلية. يعني الجمعة ليس لها سنة قبلية كالظهر، لأن الجمعة ليست بالظهر. لماذا الجمعة ليست بالظهر؟ لأن الظهر أربع ركعات، والجمعة الظهر أربع ركعات والجمعة ركعتين. الظهر لا جهر فيها، سرية، والجمعة جهرية. الجمعة لا تصح إلا بخطبتين، والظهر ليس له أي خطبة، لا أولى ولا ثانية. نعم، إذن ينوع بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك بالنفل المطلق يصلي ركعتين ركعتين. ولم يثبت حديث مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم في أن للجمعة سنة قبلية، لكن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن للجمعة سنة بعدية. نعم، ولا شك في هذا. طيب، وغير هذا؟ نعم يا أخي، قرب علينا شوية. طيب، أي قرب. الجمعة هذا يوم مبارك، ففي هذا اليوم ساعة يستجاب للمسلم فيها، يتحرى في هذه الساعة الدعاء. اختلف العلماء في تحديد هذه الساعة الأقوال، ومن أرجح الأقوال في هذه الساعة أنها إما من خروج الإمام إلى أن تقام الصلاة أو قبل المغرب. فماذا تصنع؟ تحرص على الدعاء في يوم الجمعة كاملا، وبخاصة في هذين الوقتين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم. نعم، غيره. نعم أخي، هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يخصص يوم الجمعة لزيارة القبور؟ لا. هل ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه في يوم الجمعة أو في العيدين كان أول ما يبدأ به القبور؟ لا. إذن لا يصح في هذا شيء، بل المواظبة على هذا الفعل هو من البدع والمحدثات. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. هل يصح تخصيص يوم الجمعة بصيام وليلة الجمعة بقيام؟ لا. إذن من باب أولى زيارة القبور وقص الإبط وقص الأظافر ونتف الإبط وحلق العانة. نعم، فإن وافق يوم الجمعة يوم إجازة لهذا الرجل، وصام باعتبار الإجازة لا باعتبار الجمعة، صح الصيام، لكن يصوم يوم قبل اليوم الجمعة أو يوم بعده. وكذلك تخصيص ليلة الجمعة بقيام نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، فماذا يصنع الإمام؟ الإمام يأتي على وقت الأذان، دخول الوقت، ويصح أن الخطبة تكون قبل دخول وقت الظهر، لا إشكال، لكن الأحوط أن تكون الصلاة في وقت الظهر. يأتي الإمام على وقت الصلاة أو يتقدم على وقت الصلاة بقليل، لا إشكال في هذا. أول ما يصنع الإمام، هل يصلي ركعتين تحية المسجد؟ لا، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يصنع هذا. فعندما يدخل الإمام إلى المسجد متى يسلم؟ يذكر الشيخ بن عثيمين رحمه الله أنه يسلم إذا مر بأحد في طريقه يسلم عليهم ولا إشكال، وإذا صعد على المنبر استقبل الناس وسلم عليهم، ثم جلس وبدأ المؤذن بالأذان، يؤذن، والأذان للجمعة هو أذان واحد، ثم بعد هذا يقوم يخطب الخطبة الأولى ثم الثانية، ثم بعد هذا يصلي بالناس ركعتين. في هذه الصلاة يشرع الجهر بالقراءة، وكذلك على ما صنع الإمام جزاه الله خيرا أنه يقرأ، والسنة في
يوم الجمعة في صلاة الجمعة أنه يقرأ بسبح والغاشية أو بالجمعة والمنافقين، وكذلك في فجر الجمعة من السنة أن يقرأ بالسجدة في الأولى بعد الفاتحة وفي الثانية بعد الفاتحة بالإنسان، هذا إن تيسر، وإن لم يتيسر يقرأ بما تيسر. لكن هل يأتي الإمام بسورة أخرى غير السجدة فيها السجدة ويسجد؟ لا، إما أن يأتي بالسنة كاملة أو يقرأ بما تيسر من القرآن. كذلك هذا اليوم يوم الجمعة فيه تذكير، تذكير بماذا؟ لأن الإنسان قد يغفل عن الآخرة بالاشتغال بالدنيا على ما ذكر الإمام جزاه الله خيرا، فهذا اليوم يذكره بيوم القيامة. كل يوم يأتي ونصلي فيه الجمعة هذا يذكرنا بالآخرة، ولهذا يشرع قراءة سورة الكهف، لأن في سورة الكهف تذكير بالآخرة، إقبال على الله، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا، ما استفاد شيء. التقي هو السعيد. في هذه السورة ذكر الله سبحانه وتعالى فتن، منها فتنة المال، ومنها فتنة العلم، ومنها فتنة الشباب إنهم فتية آمنوا بربهم، وكذلك فتنة السلطان وفتنة الولد. ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه السورة فتن حتى نحذر منها، ولأن الإنسان في هذه الدنيا محارب من الشيطان ومن الكفار ومن المنافقين وكذلك من بعض المسلمين بالحسد. نعم، فماذا يصنع الشيطان؟ قال: ثم لآتينهم من بين أيديهم، من الأمام ومن خلفهم، من الخلف وعن أيمانهم وعن شمائلهم، سد كل الطرق، صح؟ لا، بقي طريق واحد لا يستطيع أن يأتي منه، هو الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى. فهذا اليوم يعني يتذكر المسلم القيامة وتذكر الحساب والجزاء وما يصنع يعني بعض الناس من أمور لا تشرع يوم الجمعة، هذا يؤدي إلى ترك سنن، يعني يصنع الناس أحيانا بعض البدع هذه تؤدي إلى ترك السنة، وما أحدثت بدعة إلا وتركت سنة. طيب، هذا ما يتعلق بما أحببت التذكير عليه من أحكام يوم الجمعة. وابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد ذكر أمور كثيرة تتعلق بهذا اليوم وما فيها من سنن وكذلك يعني من المخالفات لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. إخواننا، لابد أن نحذر من البدع. النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة يعطى الحوض، يشرب منه أتباع النبي صلى الله عليه وسلم على دينه، نسأل الله من فضله، يسقيهم النبي صلى الله عليه وسلم حوض طوله شهر وعرضه شهر، آنيته عدد نجوم السماء، لونه أشد بياض من اللبن، طعمه أحلى من العسل، ريحه أطيب من ريح المسك، من شرب منه شربه، لأن الناس عندما يلجمهم العرق إلجاما يحتاجون للشرب، فيأتي الحوض في عرصة يوم القيامة قبل المرور على الصراط. من يسقي هؤلاء أتباع النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجزاء، انتبه، الجزاء من جنس العمل، ف
فإذا كنت في هذه الدنيا تحب سنة النبي صلى الله عليه وسلم، تتعلم السنة وتعمل بها وتدعو إليها وتذب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتحارب البدع، يكون الجزاء أن تشرب من يد النبي صلى الله عليه وسلم شربة لا تغمى بعدها أبدا. والذي نسأل الله السلام العافية يبتدع في دين الله يبعد عن الحوض، نسأل الله السلام العافية. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما يبعد أناس عن الحوض، فيقول عليه الصلاة والسلام: أمتي أمتي. يقال له: إنك لا تدري ما أحدث بعدك. الذي يبتدع في دين الله هذا في الحقيقة يتهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه خان الأمانة ولم يؤدي الرسالة. هذا قالوا الإمام مالك إمامنا رحمه الله تعالى، قال مالك رحمه الله إمام دار الهجرة، قال: من زعم أن في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا عليه الصلاة والسلام خان الأمانة. اقرأوا إن شئتم، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عليه الصلاة والسلام: تركتكم على بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من افتراق الأمة، حذر عليه الصلاة والسلام قال: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا عما كان عليه زمن النبي صلى الله عليه وسلم. لا يمكن أن نكون أتباع إلا للنبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا أذكر لكم يعني قصة. رجل عالم من العلماء طلب الرافضة منه المناظرة، أن يناظرهم يعني في مذهب الرافضة والسنة، فاتفقوا على موعد للمناظرة. جاء العالم على الموعد، وكان الرافضة اجتمعوا في مكان. فعندما أراد هذا العالم جاء وحده لمناظرة هؤلاء. عندما جاء ودخل أراد الدخول إلى هذا المكان الذي فيه الرافضة، خلع عليه ودخل بهما وضعهما تحت إبطه. فقالوا له: لماذا تصنع هذا؟ ضع نعلك عند الباب كما وضع الناس. قال: لا. قالوا: لماذا؟ قال: لأن الرافضة زمن النبي صلى الله عليه وسلم سرقوا نعليه، فأنتم تسرقوا نعل النبي صلى الله عليه وسلم، سرقتم نعل النبي صلى الله عليه وسلم في حياتي، فما بالك نحن؟ ما باب أولى أن تسرقوا نعلي، أنا والله ما أترك نعلي عند الباب. فقالوا له: ومن قال لك أن الرافضة كانوا زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ من قال لك هذا؟ رافضة لم يكونوا زمن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: الحمد لله، وهذا الرد عليكم ومشى. هذا الرد عليهم. إخواننا، أي فرقة من الفرق، عد ما شئت من الفرق الضالة، عد ما شئت من الفرق التي يختلف فيها بعض الناس، نقول: هل كانت هذه الفرقة زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، باطل. كل فرقة من الفرق تنتسب إلى رجل غير معصوم. وأهل السنة والجماعة نسأل الله يجعلنا منهم، نحن لا ندعي العصمة إلا لمن عصمه الله، الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام فقط. نحن ندعو الله أن يجعلنا من أهل السنة والجماعة، نفتقر إلى الله ونتبرأ من حولنا ومن قوتنا. كل فرقة من الفرق تنتسب إلى إنسان غير معصوم، والاتباع ما يكون إلا للنبي عليه الصلاة والسلام. فهذه المسألة، كل ما تسمع وترى من أناس يصنعوا ويصنعوا ويصنعوا، بخاصة يعني في هذه الأماكن، يأتي أناس وقال نحن على طريقة كذا، ويأتي أناس ويقول نحن على طريقة كذا، ويأتي أناس ويقول على طريقة كذا، فماذا نصنع؟ نقول: هل كان هذا زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، الحمد لله، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم.
وتدعو الله عند يعني الإشكال ورود بعد الإشكالات إشكالات وكذا. اللهم رب جبريل وإسراء وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلفوا فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط المستقيم. فهذه المسائل لابد أن نتنبه لها. وكل يدعي وصلا بليلة وليلة ما تدين لهم بذاك كل واحد يدعي، لكن هذا إما أن يصدق أو يكذبه العمل أي الاتباع لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. نبدأ في الدورة. الدورة إن شاء الله تعالى على ما اتفقنا مع الإخوة تبدأ بعد العصر إن شاء الله تعالى. نحن بإذن الله ما نشق عليكم، الدرس ربع ساعة نصف ساعة، إن أطلنا ساعة إلا ربع. نريد أن نتعلم في هذه الدورة أوجب الواجبات على المسلم، ما هو معلوم من الدين بالضرورة نذكره هنا. بالله إخواننا إذا لم نتعلم نحن الدين الإسلامي من يتعلم؟ أبو جهل؟ الواقع اليوم الذي تراه الكل إلا من رحم الله، وتسمع بعض الناس يقول أنه مسلم ميم سين لام ميم لا يعرف شيء عن الإسلام. تسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يدري عنه، تسأل عن الصلاة عن الصيام عن كذا لا يدري، عن التوحيد لا يدري عنه شيء. فنحن نريد بارك الله فيكم أننا يعني في هذه الدورة نتعاون نتعلم ما هو معلوم من الدين بالضرورة فقط، ما نأتي بشيء نافلة، الفرائض فقط هذا الذي يدرس في الدورة أوجب الواجبات. لكن يعني لابد أن نتفق على شروط، وشرط المرافقة الموافقة. الشرط الأول لحضور الدورة أنه لا نريد أحد يتغيب أبدا صغير أو كبير، نعم، ولن نقبل أي عذر للغياب يعني بعد هذا الدرس إلا عذر واحد وهو الموت. جزاك الله خير. يقول فلان مات نقوم بتغسيله وتكفينه والصلاة عليه والحمد لله رب العالمين. إخواننا والله تعلموا هذا أكثر مني، في الدنيا لا يتغيب أحد أبد. تأتي للسجل الوظيفي لبعض الناس، وأنا أعرف بعض الناس له أكثر من 27 عام في الوظيفة لا يوجد في سجله يوم غياب، لا بل لم يتأخر يوم عن العمل لأن خصم يخصم عليه. لكن تجد في الدروس العلمية في الصلوات في كذا وفي كذا لا إشكال. الطائرة إذا دفع فيها مبلغ لا تأخر عنها، خاصة إذا كانت التذكرة لا تسترجع أو تستبدل. حياة النبي صلى الله عليه وسلم كاملة، هل تأخر يوم؟ هل فرط؟ أبد. هل ترك صلاة واحدة عليه الصلاة والسلام؟ والله لم يترك، ولم يترك أي صلاة، لا يمكن أحد يشك في هذا أصلا. صلاة واحدة تأخر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، قدر الله عليه أن ينام في آخر الليل وفي الجهاد وتعب ووضع بلال حتى يوقظهم للصلاة حتى تتعلم الأمة كيف تقضي الصلاة. صلاة واحدة في حياته كاملة. ولو تحسب اليوم الله نسأل الله أن يعفو عنا. أنا والله إخواننا والله لست بأفضلكم، والله لست بأفضلكم، وأنا ليس عندي شيء، لكني إن شاء الله خير لكم. نريد في هذه الأيام أن نتعاون نتدارس ونغير ما أراد الكفار إفساده علينا. إذن هذا الشرط الأول. الشرط الثاني
نريد أن نتذاكر، نسأل. أنا الذي أسأل فقط، أنا جئت هنا أسأل لا أسأل، أسئلة لا نريد. نعم، لأن لست شيخ، أنا طالب علم. الفتوى يرجع فيها لهيئة كبار العلماء، فأنا أسألكم وأنتم تجيبوا، وهذا الذي يعني نتفق عليه، فلا أحد يسألني. الأمر الثالث، نريد بارك الله فيكم، أننا عندنا مذكرات الدورة، هذه المتون التي ندرسها، كل واحد لا من حق أن يأخذ مذكرة، لكن يأخذ المذكرة بحقها، يواظب معنا. هناك في المذكرة اختبارات، وقت الاختبار يكتب الاختبار ويسلم الاختبار، نعم دراسة نظامية. إما أن تأخذ المذكرة بحقها أو اتركها لغيرك، شروط ثلاثة فقط، يعني ما نزيد إن شاء الله تعالى، إن كان هناك شيء يعني ممكن يكون بعد الدورة. طيب إن شاء الله يعني ظهر الأحد ترتاحوا مني بإذن الله، لا إشكال. فمعكم يعني إجازة هذه الأيام، أنا أعرف يعني السبت إجازة والجمعة اليوم ذهب نصف اليوم، الحمد لله رب العالمين. فهذا الذي يعني لدي، وأريد يعني أن ندرس في هذه الدورة على ما ذكرنا ما هو معلوم من الدين بالضرورة، نتدارس في هذه الدورة التوحيد، حق الله على العبيد، بالله يأتي الكافر ويقول أنت موحد؟ تقول نعم. قال اشرح لي هذا التوحيد. تقول لا أدري. قال شهادتك أنك موحد شهادة زور، ولعلي أحسن منك لأني ما أدعي وأكذب. يسألك هل أنت مشرك؟ تقول أعوذ بالله. قال اشرح لي الشرك الذي تبرأ منه. تقول لا أدري. قال لعلي أفضل منك لأنه ليس عندي شهادة الزور. بالله ماذا نريد من الكفار؟ ماذا نريد منهم؟ نريد منهم يدخلوا في الدين. كيف يدخلوا في الدين؟ لا ندري. نريد تعلم الدين ونحن لا نتعلم الدين. نريد من أولادنا أقل ما يكون أن يأتوا بالفرائض، ونحن لا نعرف الفرائض ولا نؤديها. فسترى إن شاء الله تعالى إذا جل الغبار أفرس ركبت أم حمار، سترى إن شاء الله تعالى يعني ثمرة الدراسة في هذه المتون التي ندرسها إن شاء الله تعالى. أهم ما نريد أن ندرس في هذه الدورة التوحيد والصلاة والوضوء والاغتسال والتيمم فقط. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. وموعدنا إن شاء الله تعالى بعد صلاة العصر. الساعة كم العصر؟ يرتاح ثلاث ساعات كثير. طيب مثلا الله يكون خير.